في أرض المعارض بالعاصمة النمساوية فيينا لأعمال المعرض الدولي للسياحة والسفر، والذي يعقد سنويا بمشاركة العديد من المكاتب السياحية للسفارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة من مختلف دول العالم. وتحظى مصر بجناح مميز في مقدمة المعرض، ويستحوذ الجناح كل عام على إعجاب وإقبال السائحين من النمسا ومختلف دول الاتحاد الأوروبي والعالم. وقد شارك في افتتاح المعرض السفير المصري في فيينا عمر عامر ومسؤول وزارة السياحة ومكتب مصر للطيران، حيث أكد السفير على أن الفترة القادمة ستشهد تجسيدا لجهود التسويق السياحي لمصر في مختلف المدن النمساوية، سواء فيينا أو لينز أو سالزبورغ وغيرها. ويجيء الجناح المصري كل عام في إطار جهود تسويق سياحي مكثفة تستهدف استعادة مصر لمعدل السياحة الوافدة من أوروبا، والذي تأثر مؤخرا بسبب بعض حوادث الإرهاب. هي طبعا تستخدم دايما تجذب الجديد من المسافرين، وكنا برضه بنتكلم من شويه ازاي نعمل زي خطه عمل او ورك شوب لطريق الطريق لمصر في النمسا لدعم السياحه مصر، وهتكون ايضا في فيينا، وهتكون في غراتس، وهتكون في سالزبورغ، وهتكون في لينز. وبكده هنقدر نبين ونرجع تاني النشاط السياحي، لان يعني سعيد بان هو بيشهد مزيد من التحسن، التحسن كمان مش فقط البسيط ولكن والنسبي، ولكن التحسن